ويسأل سؤالا آخر يقول: هل التحذير من أخطاء بعض الدعاة من أعظم القربات كما يزعم بعض هل التحذير من أخطاء الدعاة من أعظم القربات كما يزعم بعض الأشخاص؟ الذي عنده علم ومعرفة يبين الأخطاء ولا يسكت عنها لئلا يغتر بها من يسمعها أو يقرأها، لازم. ولكن ما يبين هذا إلا أهل العلم، يبين كل واحد وكل يرد وهو ما يعرف ولا يدري ولا يعرف الأدلة ولا القواعد العلمية، ما يصلح هذا، لازم يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة. ثم أيضا لا يتخذ خطأ الإنسان إذا رد عليه يتخذ هذا سخرية به وتهوينا من شأنه ويحرش بين الناس من باب التحريش، هذا ما يجوز. يبين الخطأ ولكن ما يكون هذا وسيلة إلى التحريش وإلى نشر العداوة بين الناس، نعم، مثل ما يحاول بعض الناس الآن، نعم، يتصيدون أقوال وينشرونها لأجل التحريش والتفريق بين الناس، هذا همهم، هم همهم الإصلاح، اللي همه الإصلاح ما يعمل هذا العمل، يصلح بين الناس، نعم.